مشاهدينا، في وقت الشدة تظهر معادن البشر، وفي ليبيا الجهود والمبادرات الإنسانية لم تتوقف لدعم المتضررين من الإعصار الذي اجتاح البلاد. هناك مثل يقول الجود من الموجود، وهو لسان حال أهالي مدينة درنا المنكوبة في ليبيا الذين قدموا مساعدتهم بكل ما يملكون للتخفيف من إخوانهم عن إخوانهم المتضررين. فهنا مثلا شاركت مجموعة متنوعة من المخابز في درنا في إعداد الخبز وتوزيعه على سكان المدينة مراعاة لظروف المواطنين في ضوء الكارثة التي حلت بهم. نحن اليوم نبيعوا في الخمس الحق 5 دينار في البلاش 25 فردة خبزة، وفوق الخمسة يدفع حق. المبادرة نحن درناها من أجل مدينة درنا ومن أجل السكان ومراعاة لظروف الناس. والله المبادرة هي طبعا للجميع، والمبادرة نحن نحفز بها حتى الناس، لأن الناس مصابها كبير، فهمت كيف؟ والناس ظروفها تعبانة، يعني ظروفها، نحن هذا وقت التكاتف، إذا كان ما تكاتفناش تو أمتى بالتكاتف. وفي لفتة إنسانية أخرى، لكن من طفل صغير هذه المرة، تبرع الطفل يزن ذو 8 أعوام بحصالته وما جمع فيها من نقود لمساندة درنا ضمن حملة فزعة خوت من أجل أهالي المدينة وأطفالها. نشاهد معا. متابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي أثنوا على الطفل ورأوا في وقفته الإنسانية تربية حسنة. المدونة إيمان تقول: بهذا الخير ستزهر وتنهض درنا من جديد. وهنا محمد يثني على تربية الطفل يزن ويقول: هذه هي التربية الصحيحة، علموه الإيثار منذ صغره. وختاما تعلق رويدة أحمد بالقول: لا يوجد أجمل من براءة الأطفال ونعمة التربية. ونحن أيضا يا يزن نثني على فعلك اللطيف والمؤثر.